في أسباب كثيرة فيها تمجد يسوع، كثير جدا. أنا دائما بحب أشارك قصة حصلت معاي مع واحد صديق إلي في وظيفتي. He's the chief financial officer of the company اللي أنا كنت اللي بشتغل فيها، المدير المالي. I think that's what we call it بالعربي. أنا متأسف لأنه العربي راح والإنجليزي ما إجاش، فأنا ما بين حانة ومانة. بس بيوم كنا بأيام عيد الشكر في أمريكا في شهر نوفمبر في احتفال بعيد الشكر، وكنا بالشركة، فأنا وياه نازلين على الكافتيريا عايز عشان نروح نتغدى. فبقول له واو، إحنا بأيام عيد شكر في أسباب كتير نشكر عليها. فطلع فيه هيك متفاجئ، أسباب نشكر عليها؟ قال ما فيش شيء نشكر عليه. على إيش بدي أشكر؟ الاقتصاد واقع، الستوك ماركت، البزنس is not doing very well، عيلتي وحالتي. وبدأ يحكي لي كل الأسباب ليش ما في أشياء تشكر عليها. وطلع علي وبيقول لي أنت، طب أنت عندك أشياء على إيش بتشكر؟ قلت له صدقني أنا عن نفسي عندي على الأقل 86,400 سبب أشكر يسوع عليهم على الأقل. فهو عشان بالحسابات وبالمادي بالأمور المادية طلع فيه 86,400. قلت له صدقني 86,400 على الأقل، هو في أكتر بس ببدأ ب 86,400. قال لي كيف يعني إزاي؟ قلت له في اليوم في 24 ساعة، وفي الساعة في 60 دقيقة، وفي الدقيقة في 60 ثانية. إذا بتضرب 24 في 60 في 60 يساوي 86,400 دقة قلب الله بيعطيني إياهم كل يوم عشان أبدأ أشكره فيهم في الصبح. وفي أشياء كثيرة أشكره عليها بعد النفس. كم واحد بقول له أشكرك لأنه عندي هاليلويا، أعطي ليسوع المجد. عندنا أسباب كثير نعظم يسوع من أجلها، بس بعض الأحيان منتناسى هاي الأسباب ودائما بدنا أشياء أكثر. لكن خليني أقول لك، مع إنه الرب معطينا عطايا كثيرة، لكن في عطية اسمها عطية العطايا أعطانا إياها يسوع، شخص المبارك إنه هو موجود في حياتي. كم واحد بيشكر يسوع عشان موجود في حياتي؟ إذا أنت بتشكر يسوع حبك هيك ترفع إيدك وتقول له شكرا يا يسوع. لا لا مش مسموعة، أنت عايز تقولها بملء الفم. هيك الكتاب المقدس بيقول فاض قلبي بكلام صالح. يلا قول له الكلام الصالح، قول له شكرا يا يسوع. أيوة افتخر فيه وقول له شكرا يا يسوع، مبارك اسمه. عنده عندي كلام كثير أشكر فيه يسوع، عندي أشياء كثير أشكر عليها يسوع. دائما بقول لنفسي حقيقة وجودي في المكان اللي أنا فيه، حقيقة وجودنا في المكان اللي إحنا فيه تثبت أمانة يسوع. فكر فيها، حقيقة وجودنا في المكان اللي إحنا فيه تثبت أمانته، تثبت إنه أمانته إلى الغمام هي.